السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه ريجيم صحيه هائله جدا، بدون فورس او دقيق ابيض، بدون زبده وبدون سكر، بالشوكولاته. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، خصوصا المتتبعي الحميه، لانها هائله جدا وما فيهاش سعرات حراريه كثيره. فيمكن لنا يعني نتناولوا 200 غرام في وجبه في النهار، 200 غرام يعني لا ضرر فيها. ونمروا باش نتعرفوا على المقادير ان شاء الله، اللي غيكون فيها مكون عجيب جدا في هذا الكيك. هذا هو اللي غيعوض لنا الفارين او الدقيق الابيض. غادي نحتاجوا هنا 30 غرام ديال المايزينا، غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الشوكولات. الشوكولات تكون فيه نسبه الكاكاو يعني كثيره، يعني 71% ديال نسبه الكاكاو تيكون هو صالح للريجيم، باش ما كانت فيه الكاكاو كثيره مزيان. غنحتاجوا 20 غرام ديال بودره الكاكاو، اللي كتكون يعني ماشي حلوه، كتكون مره. وغادي نحتاجوا لواحد كيس فاني وأربعة البيضات. بالنسبه للمكون العجيب اللي غادي نحضروا به، اللي غنعوضوا به الفورس، اللي هو هذا القرعه هذه الخضراء اولا الكورجيت. كما كتشوفوا هادو هما المكونات. بالنسبه للطريقه، اول شيء غادي ناخد البيض ديالي، غادي نفصلو على بعضه باش طحينا يعني الكيكه تطلع لينا، يعني تجي طالعه ما تجيش هابطه بزاف. غادي ندير اصفر البيض، نعزلو على الابيض كما قلت لكم، ربعات البيضات. كما كتشوفوا من بعد ان شاء الله غادي ناخذ الكورجيت او القرعه ديالي، غادي نقيها، نحيد لها هذيك القشره اللي كتكون من الفوق بعد ما غسلتها طبيعه الحال. غادي نقيها هاد الكيكه، كان هي اللي كنستعمل دائما يعني في مرحله الريجيم. زوينه بزاف، كنتناولها مع الشاي كما قلت لكم، ما فيهاش نسبه السعرات الحراريه كثيره بزاف. غادي ناخذ كما كتشوفوا هاد الحكاكه الجهه الرقيقه، وغادي نحك فيها الكورجيت ديالي بهذه الطريقه هذه. اللي عنده يعني انا ما بغيتش نستعمل هنايا يعني الطحانه ديالي اللي كتطحن ليا هاد القرعه هادي بشكل رقيق، اللي عنده يمكن ليها تستعملها، اللي ما عندهاش يعني تحكها بهاد الحكاكه في الجهه الرقيقه. كنستمر حتى كنكمل الحكان ديال الكورجيت. ما عرفتش يعني كيفاش كيقولوا ليها باللغه العربيه، والله ما عرفتش. غادي نقلب عليها وغادي نكتبها اسفل الفيديو بالنسبه للاخوات العرب. هنايا غادي نضيف الكاكاو، 20 غرام ديال بودره الكاكاو، ما يعادل جوج الاكياس ديال هاد الايديال هادي. كما قلت لكم الكاكاو ما يكونش، يكون داك الكاكاو المر، اللي عنده ديال العبار يستعمل 20 غرام. غادي نضيف كيس فانيلا وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا. من بعد كناخذ الكورجيت ديالي وتنوضع النصف فقط بهذا الشكل هذا، وتنخلي النصف الاخر. غادي نحرك مزيان حتى كينسجموا ليا المكونات. هنا غادي نستعمل ملعقه باش غادي تخلطوا لي المكونات، لانني غادي نضيف النشا 30 غرام ديال المايزينا اولا النشا، ونخلطوا مزيان حتى كيتخلطوا لينا المكونات. من بعد هنا غادي ناخذ الشوكولات، غادي نديرو في حمام مريم كما كتشوفوا. من بعد ما داب ليا هنا، غادي ناخذ جوج المعالق. كما شفتوا الشوكولات فهو اسود، باش ما كيكون اسود باش ما كيكونش حلو، كتكون فيه نسبه الكاكاو كثيره. غادي نضيف فقط جوج معالق، ونخلي جوج معالق باش نزين بهم الكيك ديالي في الاخير. غادي نخلط بهذه الطريقه هذه حتى كينسجموا ليا المكونات، وكنحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس. من بعد غادي نكمل بقيه الكورجيت ديالي، غادي نوضعها وغادي نخلط بهذه الطريقه هذه. والان غادي تجي مرحله ابيض البيض، غادي ناخذ ربعه ابيض البيض اللي انا كنت خليت في الاول، وغادي نطربهم. غادي نستعمل الباتور او الطراب يعني، ونطربهم حتى كنحصل يعني على شكل ثلج، يكون يعني خليط كثيف. كما كتلاحظوا
غادي نستمر بالتراب حتى كيتكون ليا البيض ديالي ان شاء الله، ونكملو باقي الطريقة. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما كمل التراب ديال الابيض البيض، فهنايا شد فراسو، كنخليوه حتى يشد فراسو مزيان. من بعد كناخذوا الخليط ديالنا الاول وتنبداو نضيفوا ليه ابيض البيض وتنخلطوا بمهل من الاسفل الى الفوق. هنا فقط لانني سرعت الكاميرا داكشي باش كتبان بسرعه، ولكن نتوما خلطوا بمهل باش ما يذوبش لكم داك ابيض البيض، وتكون عندكم واحد الخليط اللي هو يعني كيكون منفوخ وشاد فراسو كما كتلاحظوا. غادي ناخد من بعد واحد الطاوة وغادي ندهنها، اللي بغات تدهنها تدهنها، انا ما غندهنهاش هنايا باش نتفادى نهائيا الزبده او الدهنيات. غادي نصب فيها وندخلها الفرن ساخن درجه الحراره ديالو 180، نشعل عليها باش طيب ليا من الاسفل هو الاول، عاد باش غادي نشعل عليها الفوق، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي من بعد ما غنزينها بالشوكولاته اللي كنا خلينا. من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي كما كتلاحظوا زينته بداك الشوكولات اللي كان بقى، صبيته فوق منها يعني ملي خرجت سخونه وصبيته فوق منها. كما كتشوفوا كتجي هشيشه سهله في التقطاع، يعني سهله دغيا ما تاخذش لينا وقت بزاف. وها الكيك ديالنا كما كتلاحظوا تيجي بهذا الشكل، كديرو في الثلاجه تحطوه يعني كيبغي يتكال بارد، كيجي هائل بداك مذاق الشوكولات، كيجي رائع جدا والله، بحال يعني كيك عادي ولكن تيكون هو صحي، ما داخلش فيه السكريات، ما داخلينش فيه، تقدر ديك النسبه القليله ديال 71% يعني اللي بقات 30% ديال السكر اللي بقات في الشوكولات، تقدر هي اللي تعطيك شويه الحلاوه وتدوز لينا الكيك، كتجي رائعه، جربوها اكيد غادي تعجبكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء، السلام عليكم.